السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بالأمن العام، بيعلن عن نتائج القبول المبدئية على الوظائف العسكرية برتبة جندي رجال عبر أبشر للتوظيف. أعلنت المديرية العامة للأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئية للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي. الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب مع إحضار المستندات التالية: إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة أبشر التوظيف، إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها، إحضار صورة مصدقة من الشهادات الدراسية، إحضار عدد 2 من صورة الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة أبشر التوظيف، مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أم الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم. إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياسا التي تم إدخاله عبر المنصة. إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم والذي يتضمن اسم والدة المتقدم. إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد برنت من الأحوال. إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه. عدد 6 صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس 4x6 كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة. حلاقة الرأس رقم 3. إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة. التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ. قبول المتقدم مبدئيا لا يعني قبول نهائي، وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة. تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم التزام بالتعليمات الموضحة. هذا وقد كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن وظائف عسكرية في الأمن العام على رتبة جندي، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، واستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك السمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، ألا يكون متزوجا من غير سعودية، أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. طبعا نتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.